يلا يا اخي الحمد لله رب العالمين. يعني كانت الأهالي كلها متفاهمة وكان التوجيه الحمد لله يعني رائع جدا، خاصة انضباط الناس بمسألة الدور ومسألة كل إنسان لحاله والإناث لحال والذكور لحال، وتم التوجيه الحمد لله بفضل الله اليوم الثاني بكل أريحية من دون أي مشاكل. والحصة كاملة كانت توصل للعائلة، عبارة عن سلة غذائية وسلة صحية اللي هي منظفات وإضافة إلى كيس طحين وحفوضات كمان كان مع السلة. من الزملاء نادر على عبد العزيز باز. يلا صعوبات ما بتلاقينا هي صعوبات، انا بس قلت لي هذا هو ماشي بشكل روتيني منظم حسب الجداول والقوائم اللي استلمناها من الهلال باشراف المجلس المحلي ورؤساء لجان الاحياء كانوا مشرفين بصفه مراقبين. الامور الحمد لله كلها ضمن الغصون والنظام، التسليم حسب البطاقات العائليه والموجود في ضمن قطاع الريف الشمالي حصران في مدينه الرصد حصران. صرنا سنه والحمد لله رب العالمين، امبارح دفعتنا معونه وسلامه كل الشعب الله يجزيهم خير. المواد بتكفيني كل اقل من اسبوع بتكفيني. عندي مني 12 بني ادم، 15 بني ادم مو 12، 15 25 كيلو طحين. شو بدي اسوي هذين؟